دلوقتي هنشتغل الكنار بتاع السجادة مع بعض. فاجي هنا عند اي زاوية من الزاويات اللي موجودة معايا دي، كل زاوية عندي فيها 5 غرز زي ما احنا عارفين، فانا هسيب اول غرزة وهدخل في التانية واسحب الخيط وبشتغل سلسلة، بروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها كمان بشتغل فيها غرزة حشو. كده اشتغلت سلسلة في اول واحدة، وبعد كده اشتغلت حشو وحشو. هسيب اخر غرزة هنا وهسيب اللي قدامها الناحية التانية، الكورنر ده غرزة في المربع ده وغرزة في المربع ده، وهدخل في الغرزة اللي بعديها على طول وهشتغل فيها حشو. يبقى في كل مربع انا بشتغل في 4 غرز بس، سبت واحدة هنا وواحدة هنا، هدخل في التانية واشتغل فيها حشو. كده 2، كده 3، كده 4، يعني في كل زاوية بشتغل 4 غرز حشو وبسيب غرزة من تحت، الغرزة هنا وغرزة الناحية التانية. انا وصلت للزاوية بتاعت المربع، هشتغل سلسلتين، واخده الخيط الزيادة معايا تحت الشغل. هدخل في الغرزة، انا برضو هنا عندي 5 غرز، هشتغل في 1 2 3 4 وهسيب الخمسة. فهدخل في اول غرزة وبشتغل حشو بعد ما اشتغلت السلسلتين، وهدخل في التانية كده دي تاني غرزة حشو، في التالتة هشتغل حشو كده 3، اشتغلت 3 وهدخل في الغرزة الرابعة واشتغل كمان غرزة. يبقى كده اشتغلت 4 غرز، احنا اتفقنا ان احنا بنسيب غرزة هنا وغرزة هنا. هدخل في تاني غرزة في المربع التاني وهشتغل غرزة حشو، وهدخل في اللي بعديها برضو واشتغل حشو، وهدخل في الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو، وفي اخر غرزة هشتغل حشو. يبقى انا المربع عندي 5 جوانب، بشتغل بس في 4 حشو وبسيب غرزتين، غرزة في المربع ده وغرزة في المربع ده من تحت، وبشتغل سلسلتين في الزاوية. هدخل في الغرزة على طول اللي بعديها واشتغل فيها غرزة حشو، بشتغل 1 2 3 كده 4، والخمسة بتبقى الفراغ ده اللي هو هنا وهنا، بسيبها وبروح بسيب واحدة برضو في المربع ده وبشتغل في التانية على طول، بشتغل حشو 1 2 3 4. دلوقتي هشتغل سلسلتين، هتكون عندي الزاوية اللي هي دي اللي انا عندي منها 4 زوايا بس، في الجنب ده وفي الجنب التاني والجنب اللي تحت والجنب اللي تحت، فهنا عندي 5 غرز وهنا 5 غرز. هشتغل بعد ما اشتغلت السلسلتين هشتغل في كل غرزة غرزة حشو كده 1 2 3 4 5. هنا بقى الفرق ان في الزاويتين دول اللي هما المربعين اللي لازقين في بعض في كل زاوية بشتغل في 5 على بعضهم، ما بشتغلش في 4. هروح للمربع التاني برضو وهشتغل في 5 غرز، كل غرزة غرزة حشو، 1 2 3 4، وفي اخر غرزة اللي هي الخامسة اهي هدخل واشتغل غرزة حشو، ادي كده 5. يبقى انا هنا في الزاوية بشتغل 10 حشو، المربع 5 والمربع اللي كان بيه 5 بشتغلهم على بعض. انا اشتغلت هنا سلسلتين قبل ما اشتغل 10 حشو، هشتغل كمان سلسلتين، هكمل شغلي بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها هنا، ان انا بشتغل في 4 غرز بس. هسيب اول غرزة اهي، هروح للغرزة، لا هنا بدخل في اول غرزة على طول وبشتغل حشو، واللي بعديها هدخل واشتغل حشو،
والغرزة الثالثة هشتغل حشو، وهشتغل في الغرزة الرابعة كمان غرزة حشو. الغرزة الخامسة معايا هنا هسيبها، وهسيب اول غرزة هنا برضو، بسيب اول غرزة هنا، اخر غرزة هنا، واخر غرزة هنا، واروح في التانية على طول وهشتغل فيها حشو كده. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، واكمل شغل بنفس الطريقة، ان انا بس الزاوية هي اللي بشتغل فيها 10 غرز حشو، والمربعين اللي جنب بعض، انما في كل زاوية بشتغل 4 حشو سلسلتين. هكمل شغل كله داير ما يدور السجادة بنفس الطريقة كده، وارجع لكم تاني اقول لكم هنقفل ازاي وهنشتغل السطر التاني ازاي. واشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور. احنا اتفقنا ان احنا بنسيب غرزة هنا وغرزة هنا، وبنشتغل في ال4 غرز، بعد كده بنشتغل سلسلتين وبنشتغل في 4 غرز، وبنسيب غرزة هنا وغرزة هنا، ونكمل شغل بنفس الطريقة. ولما بنوصل هنا للركنة بتاعت السجادة بشتغل 10 حشو على بعضيهم. انا عندي 4 ركنات للسجادة، فبشتغل فيهم 10 حشو، والشغل كله بشتغله بنفس الطريقة. دلوقتي انا اشتغلت هنا 4 غرز حشو، هشتغل سلسلتين. انا عندي هنا في بداية الدور كنت اشتغلت 3 حشو بس، فيكون عندي ناقص 1 حشو، هدخل فيها وهشتغل غرزة حشو، هرتفع بالخيط، قصيت الخيط بالولاعة. دلوقتي هقفل السطر، هاجي هنا عند اول غرزة حشو، هسيب السلسلة وهدخل في اول غرزة حشو، هدخل فيها من قدام بالشكل ده كده، واسحب الخيط على قدام، واجي هنا عند الغرزة الحشو الاخيرة اللي انا عملتها اللي هي دي، هدخل في الفتلة الخلفية واسحب الخيط، يكون معايا بالشكل ده كده غرزة حشو. يبقى كده معايا كام غرزة؟ 1 2 3 4. هدخل الخيط في الشغل من ورا، هرجع لكم تاني اقول لكم هتشتغل ازاي السطر التاني. هنشتغل السطر التاني مع بعض، والسطر ده هنشتغله كله في الفتلة الخلفية. هنسيب الفتلة الأمامية ونشتغل في الفتلة الخلفية. أنا عندي هنا فراغ السلسلتين هسيبه، وهسيب الغرزة اللي بعديه، هدخل في الفتلة الخلفية في الغرزة التانية واسحب الخيط، هشتغل سلسلة، هروح للغرزة اللي بعديها برضو في الفتلة الخلفية وهشتغل غرزة حشو. بعد كده هسيب الغرزة دي وهسيب الغرزة دي، وهدخل في المربع التاني في الغرزة التانية وهشتغل غرزة حشو. دي كده 1، كده 2، كده 3. عندي هنا فراغ السلسلتين، هدخل جواه واشتغل غرزة حشو سلسلتين، وفي نفس المكان هدخل واشتغل كمان غرزة حشو. عندي هنا ال4 غرز، هشتغل في 3 غرز بس في الفتلة الخلفية، هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو في الفتلة الخلفية كده 1، كده 2، هدخل في الغرزة الثالثة في الفتلة الخلفية وهشتغل غرزة حشو كده 3، وهسيب غرزة هنا وغرزة هنا، واروح للغرزة الثانية في الفتلة الخلفية وهشتغل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها في الفتلة الخلفية هشتغل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها في الفتلة الخلفية هشتغل فيها غرزة حشو. يبقى كده اشتغلت 3 حشو. عندي هنا اللي هي غرزة ال2 سلسلة، هدخل جواها واشتغل غرزة حشو 2 سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو. عندي كنار اللي هو المربعين اللي هم اللي انا عملتهم في بعض، اللي انا اشتغلت فوق كل واحد 5 حشو، هشتغل غرزة حشو في اول واحدة في الفتلة الخلفية، وفي الغرزة التانية برضو هشتغل غرزة حشو في الفتلة الخلفية، هسيب غرزة 2 3، وهدخل هنا في الغرزة الخامسة يعني بسيب غرزة 2 3،
وهدخل هنا في اللي في النص بينهم اللي هي الغرزة السادسة، هدخل جواها واشتغل 4 غرزة عمود في لفة، هدخل في تحت الفتلتين هشتغل 4 غرزة عمود بلفة كده، 1 كده، 2 كده، 3 كده، 4 هشتغل سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل 4 غرزة عمود بلفة، 1 2 كده، 3 كده، 4 يبقى انا هنا اشتغلت في اول غرزتين 2 حشو، وبعد كده 6 غرزة 2 3، واشتغلت في الرابعة غرزة مروحة مكونة من 4 عمود بلفة سلسلتين، 4 عمود بلفة في نفس المكان. دلوقتي هسيب غرزة 2، هدخل في الغرزة الثالثة في الفتلة الخلفية واشتغل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها هشتغل فيها حشو في الفتلة الخلفية، هيقابلني فراغ الاتنين سلسلة، هدخل جواه واشتغل غرزة حشو سلسلتين، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وهكمل شغل بنفس الطريقة ان انا بشتغل في الفتلة الخلفية في 3 غرز، 1 2 3 غرزة حشو في الفتلة الخلفية، وبسيب غرزة هنا وغرزة هنا، وبشتغل في 3 حشو في الفتلة الخلفية، وفي الكنار بشتغل بنفس الطريقة دي، هكمل شغل لنهاية الدور بنفس الطريقة، وهرجع لكم تاني واريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي.